صباح الخير على حضراتكم جديد، وآخر فقراتنا في هذا الصباح ازاي تختار المجال اللي انت بتحبه. ده القرار ده بيكون من بداية الكلية في الحياة، لكن ضغط الآباء والأمهات والأسرة على الشخص اللي بيحاول يدخل الكلية بيكون كبير جدا. لازم تطلع زي بابا، لازم تخش كلية من كليات القمة، لازم تكون جدك كان فلان، انت لازم تطلع أحسن دكتور، لازم تطلع مهندس. الحاجات دي كلها بنقابلها جدا جدا مع بداية مرحلة الجامعية أو بداية الجامعة، بيكون في ضغط اسر كبير جدا جدا، وخصوصا لو انت جايب مجموع بيكون في ضغط عليك، او حتى لو مش جايب مجموع بيحاولوا ان انت بشكل او باخر تدخل في نفس هواياتهم او الاشياء اللي هم بيلاقوها جواهم لازم تحققها لهم بشكل او باخر. لكن النصيحه اللي دايما بنقدمها كل سنه في الوقت ده على وجه التحديد مع بدايه القبول في مكاتب التنسيق، اختار اللي انت بتحبه، اختار اللي انت تستطيع ان انت تبدع فيه، ما تمشيش ورا الاهل والاقارب والنصائح اللي هي الفرديه اللي كل واحد بيدلي بدلو ويقول لك تجربته الشخصيه في الموضوع. لا، امشي ورا طموحك، امشي ورا اهدافك. لو حتى دخلت كليه ممكن تكون كليه من الكليات العاديه جدا، لكن انت هتلاقي فيها نفسك، اكيد هتنجح فيها وهتحقق ذاتك وهتلاقي نفسك فيها بشكل كبير. ممكن تدخل كليه من كليات القمه لو انت جايب المجموع وتفشل وما تلاقيش نفسك وما تحققش اي طموح فيها، او حتى تتخرج منها وفي التالي تقف في مكانك وتبقى واحد زيك زي اي حد، لكن ممكن تخش مكان مختلف وتكون بارز ومميز فيه بشكل او باخر. خلينا نعرف التفاصيل الخاصه بالموضوع ده وازاي ممكن تختار حلمك وتجري وراه وتحققه مع ضيفتنا الكريمه الدكتوره اسماء جوده، استشاري الصحه النفسيه. صباح الخير صباح دكتوره الخير اسماء، صباح مشرفانا، الفل، اهلا وسهلا بيك. شرف لي يعني. اسمحي لنا نخرج لتقرير ونتواصل بنفس الحوار، نتابع مشاهدينا الكرام. انطلق صباح اليوم موقع تنسيق الجامعات لعام 2020 لطلاب الثانوية العامة ليبدأ طلاب المرحلة الأولى تسجيل رغباتهم من تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26 من أغسطس الجاري. جميع معامل التنسيق المنتشرة على مستوى الجامعات الحكومية المصرية دي مجهزة بمعامل حاسب آلي وناس متخصصة بيساعد الطالب لو مش قادر يكتب رغبات يتوجه لهذه المعامل المنتشرة على أنحاء الجمهورية. في حاجة تانية برضه أحب أقولها، إن الطالب لو عنده كمبيوتر شخصي في بيته من حقه يسجل رغباته من البيت طوال اليوم ل 24 ساعة، ده خدمة لأبنائنا الطلبة جميعا. الطالب اللي مش قادر يكتب رغباته أو ما عندوش كمبيوتر شخصي أو عاوز حد يساعده يتوجه لمعامل التنسيق المنتشرة في الجامعات المصرية. كل طالب عنده وقت معين بيدخل فيه وعنده الإرشادات اللي بتدخله، بعد كده هما بيجوا بعد كده في المعامل على الكمبيوتر، هي الكمبيوتر فاسيلتيز متاحة ليهم في أكتر من معمل، أربع خمس معامل في الكلية مفتوحين لطلبة التنسيق عشان يشتغلوا فيهم. أحياناً ما بقوش عارفين يعني بالضبط الأماكن المعامل، بس في أسهم بتوضح لهم. من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي تنسيق.eg، يقوم الطالب بإدخال البيانات الشخصية الخاصة به واختيار الكليات الراغب بالالتحاق بها عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم الجلوس. يبدأ يسجل بياناته وكده، وطبعاً رغباته اللي بيقولها أنا ببدأ أنزلها له، وبعد كده بنطبع الرغبات اللي هو عملها وبياخدها في إيده يتأكد من رغباته. بعد كده هو بيدخل اونلاين، بيدخل على الموبايل يتاكد ان الحاجات دي فعلا اتسجلت وتمام، يعني بيعمل له سيف از على الموبايل وكده وبيشوف وبيتاكد ان حاجته خلاص كده تمام. هم هنا بيساعدوا الناس واضمن من البيت، ويعني عشان ما يبقاش ما يحصلش غلط يعني. هنا اضمن طبعا، لان بيدوكي ورق وبعد كده ممكن تغيري رغبات، يعني هنا بيساعدوا بكل الطرق. قال لي اتفضل معانا ووصلني لغايه الباب بتاع المكتب التنسيق وقال لي تسجل هنا، بعد كده دخلني قال لي الاستاذ يعني هيراقب عليك او يساعدك في التنسيق. ويحق ل 149685 طالبا وطالبه التقدم للتنسيق، وذلك بحد ادنى للقبول بالمرحله الاولى للشعبه العلميه ب 400 درجه، والشعبه الهندسيه ب 387 درجه، والشعبه الادبيه ب 327 درجه ونصف درجه فاكثر. على مدى 5 أيام تقوم معامل التنسيق الإلكتروني بالكليات المختلفة بتوفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب والعاملين. ندى إبراهيم، النيل.
طبعا ده شكل مكتب التنسيق، وممكن الواحد يسجل الرغبات آليا، وممكن عبر الانترنت طبعا يستخدمه بشكل كبير جدا لإنجاز الرغبات الخاصة بيه. وزي ما بنقول لحضراتكم، يأكد دايما أو بنأكد دايما على اختار اللي انت بتحبه وتوجه للكلية اللي انت بتحبها وتلاقي فيها نفسك. برحب بضيفتي الكريمة دكتورة أسماء جودة، استشاري الصحة النفسية، مرة تاني شرفنا دكتورة أسماء. أهلا وسهلا بيك. الحقيقة أنا شايف إن اللي بيخش يقدم لمكتب التنسيق مش هو اللي بيقدم، اهله اللي بيقدموا في مكتب التنسيق. بيفضلوا يضغطوا عليه يضغطوا عليه يضغطوا عليه، الحلم هو ما اتحققش عندهم، او حتى حلم اتحقق وعايزه يستمر فيه بنفس الشكل. شايفه الموضوع ازاي فكريا بقى؟ يعني هو فكريا للاسف احنا بنربي بكذا طريقه، من ضمنهم في الجزئيه دي اللي علاقه بالتربيه بالتعويض، يعني بنربي بشكل تعويضي شويه. يعني انا كنت زمان محتاج ان انا ادخل كليه الطب، لكن الظروف الماديه والنفسيه وظروف البيت، عدم الثقافة عدم الوعي خلاني ما التحقش بالمجال دوت. فأنا نفسي أشوفك دكتور، ذوق بالعافية هتبقى دكتور بقى. تمام. فأحط ده جواك وأفضل طول الوقت أقول لك خد بالك، ده أمل، خد بالك أنت. يعني ساعات كتير جدا بحمله مسؤولية هو مش قدها، لأن هي مش طموحه وقدراته مش جايباها، بس طول الوقت أقول له خد بالك ده أملي، وخد بالك أن دي مسؤولية كبيرة عليك، وأنا بديك دروس وبتعب والثانوية العامة كابوس الثانوية العامة، وطول الوقت دروس والفلوس بتاعتي كلها رايحة عليك، فدي مسؤولية كبيرة، فأنت عامل حسابك أن أنت طول الوقت اللود ده محطوط عليك. فيجي بقى في الاخر يعمل كل اللي عليه ويكون عايز يحقق له اللي هو بيتمناه، فبتحصل حاجه من اتنين، يكون فعلا الموضوع فائق القدره بتاعته، فيحصل مش بيجيب المجموع اللي هو عايزه، فيبتدي برضو يلومه ويحسسه بالذنب ويقول له انت فاشل وانت ما قدرتش اللي انا عملته علشانك، يا اما فعلا بيجيب المجموع بتاعه، لان هو بيبقى الشخص على مستوى الدراسه بتاعه كويس او الذكاء بتاعه كويس، ولكن المجال مش بيحبه ومش لاقي فيه نفسه، ودخل الكليه عشان يرضي باباه، والكارير نفسه مش بتاعه خالص، وبيفضل فاقد الهويه ومش لاقي نفسه طول الوقت. فالموضوع له علاقه بالنشأة في البيت وقبول الاب والام لقدرات ابنهم وفهم هواياته ودعمه وقبوله، لان ده كله بيفرق في شخصيته، بيكون شخص حر في اختياره، وبيكون سهل عليه جدا ان هو يحدد انا عايز اطلع كذا، لان هو محدد هو انا عايز ايه، هواياتي كذا، انا شايف نفسي في الفن جميل، حتى لو انا اقدر اجيب مجموع عالي جدا في الثانويه العامه، لكن انا شايف ان انا عايز ادخل فنون جميله علشان خاطر ده هينمي عندي حاجه معينه، انا شايف نفسي بلاقي نفسي في المجال ده، فبيدعموا فيه ده كويس جدا لو هم عندهم ثقافه الوعي. لكن لو هيربوا بشكل تعويضي او هيربوا بشكل فكره التحكم وفكره وكلية السلطه القمة وكليه القمه، ولازم اكون انا ابني دكتور، انا ابو الدكتور جه ابو الدكتور راح، وعايز يحس بالفخر بيه طول الوقت، مش بيفخر بيه غير في حاله معينه، طب ما انت تفخر بيه في اي وقت وفي اي صحيح مجال، يعني صحيح. سيبه يكون مستقبله بالشكل اللي هو عايزه، ويحدد خطواته بالشكل اللي تريحه، ويكون محدد كل حاجه هو عايز يعملها بشكل مريح، هيطلع شخص سوي وعلى قدر كبير جدا من النضج. طب شايفه دكتور اسماء، شايفه في فرق بين الارياف وبين المدينه وبين الحضر وما بين الريف؟ خصوصا ان انا من ارياف. يعني انا من كفر الشيخ، بس يعني بيفرق كتير جدا جدا، بحس ان لا انا اقصد انا اختلطت بالثقافتين، فشفت ده بيفكر ازاي وده بيفكر ازاي. تمام. هي موجوده في السائر، لكن خليني اقول عندنا مثلا في الريف دايما طول الوقت عايزين يدخلوا مثلا اولادهم طب بالعافيه، طب ممكن يكون الطفل او الشاب او مش قادر قدراته مش جايبه، فيقول لك لا انا هصفره في الحته الفلانيه عشان لازم يجيب لي طب بالعافيه، فيبيع بقى من اراضيه ولا يزنق حياته ويخنق نفسه، مش قدراته مش هو، ممكن يفشل فيها، ممكن يقعد فيها بدل سنه 10، ممكن يطلع في الاخر دكتور منها وينجح وكل حاجه، بس يطلع دكتور مش شاطر لانها مش هوايته ولا لاقي فيها نفسه. فطبعا بيفرق، الثقافه بتفرق، مع موجود ده برده في الحضر، موجود هنا في القاهره دوت تمام، بس خلينا نقول ان الثقافه العامه للاب والام بتفرق من شخص، وفي عندنا مثلا فلاحين اب وام يكونوا شاطرين جدا رغم ان هم تعليمهم محدود، هو مش متعلم اصلا وهي مش متعلمه اصلا، وهي ربه بيت وهو راجل فلاح بسيط جدا، بس عنده قدر من الوعي انه يسيبه يختار ويفخر بيه في كل حالاته، وده موجود انا شفته، يعني يقول له دايما طول الوقت انا بفخر بيك، كان محامي كان مدرس كان اي حاجه في الدنيا ثبت فيها نفسه، يقول انا بفخر بيك، انا بمشي اقول ابني الاستاذ فلان، مش لازم يكون ابني الدكتور فلان. فهي بتفرق من دماغ اب التاني، من فكره نشاته، من فكره انا شايف طفلي ازاي، او شايف الشاب اللي بيكون نفسه دلوقتي، بيكون مستقبله، بيكون شخصيته، شايفه بشكل عامل ازاي، بتفرق كتير جدا من بيت لاخر،
ولكن عندنا في الريف الموضوع زايد شويه واوفر شويه، لان هم طول الوقت في حتت ناقص كده، عايزين التراي او فكره ان انا عايز ابن فلان دخل طب، لا انا ابني مش هعلي عليه هعلي عليه مش هيبقى احسن مني دكتور مرتين مرتين ثلاثه. طيب عايز اسالك برضو عن فكره برضو ان انا اطلق الشاب برضو لفكره لوحده، برضو ده مش مظبوط. هل فكره التقويم مع التوجيه مع تركه للاختيار هي الصح، ولا انا اساعده في الاختيار بشكل كبير، ولا ابقى دارس مثلا ابني وعارفه مركز في ايه فبالتالي اقومه بشكل افضل؟ ما برضو الموضوع مختلط، ما اقدرش اسيبه لهواياته طيب. بشكل جامح فبالتالي يروح داخل او يعني ايه يعني ياخد مسار مختلف تماما، ممكن ما يكون هو مثلا عاجبه لمده فتره صغيره وبعد كده لك لا انا مش عايز المكان ده. طب خلينا حصلت يعني. خلينا نقول حاجه مهمه في الجزئيه دي، لها علاقه بفكره الثقافه اللي كنا بنتكلم فيها من دقائق بسيطه، ليها علاقه بفكره القبول، ليها علاقه بفكره النشأه. اذا كنت انا اساسا من البدايه بحط فيه او بزرع فيه من جواه ان انا قابلك زي ما انت وان انا حبك زي ما انت وان انا بديله مساحه للاختيار، عشان في كتير جدا بيربوا ولادهم بشكل طول الوقت اللي هو السلطه، انا الاب فانا اللي اقول، انا الناهي في الموضوع، انا اللي اقول اذا كنت تخرج ولا لا، هتدرس ده ولا لا، هتروح الدرس الفلاني ولا لا، انا اللي بحجز لك كل حاجه، فانا لاغي شخصيته اصلا ومخليه شخص اعتمادي طول الوقت، فانا اساسا مخليه شخص اعتمادي، فطبيعي لما يجي عند اختيار دلوقتي وتقول له اختار هيقول لك هيقف، معلش ما انت مشي لي حياتي كلها، جت على دي بقى وجاي تقول لي اختار، مش هعرف اختار، لان انت اساسا من البدايه مخليني اعتمادي عليك في كل شيء، انا مش بفكر، ده ملغي طول الوقت مسنود على شماعه الاب والام، فما اقدرش ان انا اتخذ قرار لوحدي، لكن لما يكونوا مدين له مساحه من التفكير وواثقين فيه وطول الوقت بيدعموا فيه دوت ويقولوا له احنا واثقين فيك وفي خطواتك ومقدرين قد ايه انت ممكن تكون مشتت، لكن احنا عارفين في الاخر ان انت تختار المكان الصح، ونبتدي بقى ندعم بشكل احنا بنقول لك ده بس القرار في الاخر يرجع لك، فانا مش بفرض عليك رايي، انا بقول الاختيار في الاول وفي الاخر ليك انت، وفي خطوات بقى نساعد بيها بعض، يعني تعالى بقى نفكر مع بعض ايه اللي ممكن نوصل له علشان نختار صح، تعالى نشوف ايه ميولك، ايه رغباتك، يعني انت لو انت عندك ميول في منطقه معينه يبقى نفكر فيها بشكل جدي بقى نجيبها قدامنا. طيب لو انت بقى نبص على الفرصه الثانيه النقطه الثانيه بتاعه الفرصه، يعني انا دلوقتي الميول موجوده الرغبه موجوده، فدور على الشق الثاني بتاع الفرصه، انا جبت المجموع اوريدي واقدر ادخل الكليه دي اذا كانت يعني ليها اختبارات معينه هقدر اكتسها، لو ليها حاجه معينه هقدر اعملها وجبت المجموع اقدر ادخلها فعلا. ندخل بقى على القدرات، هل هي فعلا قدراتي؟ يعني هي فكرة ان انا عايز ابقى دكتور بس، عايز ابقى ضابط بس، يعني الشكل العام وخلاص، هل انت فكرت حياة الدكتور دي هتبقى عاملة ازاي، حياة الضابط دي هتبقى عاملة ازاي؟ طيب انت شفتها من اي منطقة من اي منطلق، فلازم نكون محددين معاه ونقعد معاه ونفهمه الخطوات يعني خطوة خطوة، ونعمل فيها سيرش ونعمل فيها ونتكلم فيها كتير ونشوف اذا كان هو ممكن لو فكر فيها بشكل مختلف، لو اتكلم مع دكتور معين هيلاقي فيها مشقه معينه يقول لك لا انا نفسي ادخلها بس هتبقى صعبه عليا او انا مش هقدر اتحمل اللود اللي فيها، فهو عارف دلوقتي يحدد ويقيم نفسه وقدراته في المنطقه دي فيبدا يتراجع عنها ويشوف قدراته في مكان تاني. تمام. ساعات كتير برضو ما بيبقاش بيبقى بيحصل له صدمه بعد النتيجه لان هو محدد هدف واحد بس، رغم ان هو ممكن يعمل اهداف على حسب الميول بتاعته ووضع بدائل، يعني مثلا انا دلوقتي احط اعملها زي هرم واكتب فيه كل القدرات بتاعتي وهواياتي وميولي، بحيث الاوبشن ده ما ظبطش يبقى فيه اوبشن تاني احنا فيه، بحيث النقطه دي لو ما جاتش ما اقفش واقول بقى خلاص انا فشلت والدنيا باظت من تحت ايدي وانتوا السبب عشان انتوا طول الوقت ضاغطين عليا وبتقولوا لي، وابتدي يدخل في اكتئاب وابتدي الاب والام يقولوا احنا مش عارفين نتصرف ونتعامل معاه، ويبتدي المشكله تكبر جدا منهم وتوسع قوي منهم ومش عارفين يلموا المواضيع عشان احنا حاطين هدف واحد بس. طب ما ممكن تكون عنده هوايات متعدده، في كتير جدا مش بيبقوا عندهم يعني في حته الكارير نفسه مش لاقيين نفسهم فيه، لكن هواياتهم هم فيها شاطرين جدا واثبتوا نفسهم وبقوا شاطرين جدا وموجودين ومن ضمنهم مشاهير، يعني في اطباء جدا، كان مثلا دكتور مصطفى محمود، دكتور مصطفى محمود اساسا طبيب بس اتعرف في الوطن كبير. العربي ان هو كاتب وباحث كاتب كبير اتعرف النقطه دي لان دي الهوايه بتاعته، ساب المجال ده خالص وتوجه الى البحث والى الكتابه والقراءه. وعندنا الفنان يحيى الفخراني وعدي يعني عدي يعني. وعندنا برضو الجميله عزه فهمي مصممة الحلي بتاعت الفضة عزة فهمي وهي بتتكلم عن انا في رحلة البحث عن الزيت
كانت مخلياني انا شخصيا يعني منبهره جدا بيها. عزه فهمي كانت بتشتغل في مكان حكومي روتيني جدا، تروح تمضي وتمشي تمام، انا مش لاقي نفسي، بتسال نفسي كل يوم انا مين، انا فين، انا بعمل ايه هنا، لحد بتقول انا في يوم لقيت مجله كده قدامي او كتاب فبتصفحه، فلقيت حاجه بتتكلم عن الحلي فوقفتني، فلقيتني بدور في التصميمات وبدور في الحاجات دي وبقول انا اوصل للمكان ده ازاي. صحيح. نزلت خاني الخليلي بقى، نزلت خاني الخليلي واشتغلت صبي معاهم وتعلمت الحرفه منهم وازاي تنحت وازاي تعمل وتخلي، وبقت عالميه وبقت، ورغم انها من الصعيد. صحيح. فقدرت تثبت نفسها في الهوايه بتاعتها وسابت المجال خالص، وقدرت تكون يعني معروفه جدا. هو دكتور يعني القرار، إن هو قرار يعني في الاول وفي الاخر هو قرارك حقيقة. ايه انت عايز تكون فين، قرارك ودعم الاب والام للقرار. بالزبط. يعني طول الوقت لما بنكون صاحيين لافكارهم، صاحيين لهواياتهم وبننمي ده فيهم، مش يعني ساعات جدا هو يكون هاوي ميكانيكا، يهاوي فك وتركيب، هما مش لاقطين الجزئيه دي فيه، محتاجين حد بس يقول لهم طب ما انا اروح لمتخصص يقول لي فين الجزئيه بتاعت ابني اللي شاطر فيها ونبتدي ننميها مع بعض، بدل ما انا بحبطه انت مضيع الوقت كله في الفك والتركيب وقاعد لي تفك لي في الترابيزه وما اعرفش ايه. طب ما دي هوايه، ما انا ممكن انزل اجيب له مكانه واجيب له مش عارف ايه وحاجات كلها هوايات او العاب ليها علاقه بالفك والتركيب، يطلع بعد كده مهندس تمام ميكانيكا ولا ليه اي حاجه ليها علاقه باللي هو بيعمله. مش لازم، ممكن يقول لك لا انا مش عايز اضيع وقتي، انا هدخل حاجه فنيه وافتح ورشه، بس هو الاقي فيها نفسه وهيثبت فيها نفسه وهيبقى حاجه. اكيد طبعا. النصيحه الاخيره ان كل واحد يلاقي نفسه في الحته اللي هو محتاجها يتوجه ليها مباشره. اكيد طبعا. ويعني يلقى ويحظى بالدعم من الاهل، لكن بلاش الضغط عليه بشكل كبير في الفتره دي. أكيد. عشان ينجح ويبتكر ويبقى شخص نافع في المجتمع. أكيد. شرفتينا دكتوره، شكرا ليكي، وسعداء بلقاء دكتوره اسماء جوده استشاره الصحه النفسيه، شكرا جزيلا ليكي. ميرسي لحضرتك. في الحقيقه ده كان ختام لهذه الفقره، وموضوع مهم جدا في الاختيار، ان انت تحس ان انت موجود فين او بتلاقي نفسك فين، اختار وتوجه مباشره، وان شاء الله تكون موفق في رحلتك في البحث عن الذات. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، الى اللقاء.